غير أبيهن بالمطر والبرد، نزل أهالي العسكريين المخطوفين في الشمال عند 5 فجرا إلى القلمون مصعدين خطواتهم. قطعوا أوتوستراد طرابلس بيروت في الاتجاهين، ومعه قطعوا أيضا الطريق البحرية في القلمون الذي كان يشكل المنفذ الرئيس في التحركات السابقة. على الطريق البحرية جلس النسوة وسط الطريق وخلفهن شاحنات عملاقة منعت مرور السيارات. يستحوا يحسوا فينا، ما كل يوم بدنا نقعد نتسلطن على الطرقات ونترك بيوتنا ونترك عيالنا، هلا هيك عم نقطعها بعدين بدنا نسكروا لبنان كله يصطفلوا، يحسوا فينا لو واحد من اولادهم هن كان ماسور، ايش كانوا عملوا؟ كانوا خربوا الدنيا بس ما له هم من الهام. خليني بدايه اتوجه باعتذار كثير كبير على كل اللي تضرروا اليوم واللي انأذوا واللي تاخروا بشغلهم، وبدي اطلب منهم يسامحونا ويتضامنوا معنا، كل انسان يقيس على حاله، الوقت بيتعوض والشغل بيتعوض وكل الخسائر الماديه بتتعوض بس الارواح ما بتتعوض. مع اقفال الاوتوستراد والطريق البحرية حولت القوى الأمنية السير من وإلى طرابلس عبر الكورة، ما سبب زحمة سير خانقة في الطرقات. بعض المواطنين وعلى رغم معاناتهم أعربوا عن تأييدهم لتحرك الأهالي. برامنا مثل القرود، مثل ما شفنا عم نبرم. كيف برامنا؟ برامنا طلعنا على الكورة ورجعنا نزلنا وصلنا هون. مع هي التحركات؟ طبعا طبعا 100%. اسمع قطع الطريق. انه معنا اكيد، وبالنهايه شو الحال؟ ما فيها ما في حال الا هيك مع الدوله. صرنا ساعتين نبرم، شو ولا معقوله هيك؟ لازم نوصل لحل، بدنا حل. عند 9 صباحا اعاد اهالي العسكريين المخطوفين فتح الطريق في القلمون، متوعدين باستمرار الخطوات التصعيديه في حال لم يحل الملف. على طريق ترشيش زحلي ورغم الصقيع والمطر نزل الاهالي، اشعلوا النار للتعبير عن حرقه قلبهم على ابنائهم بعد حوالي شهرين على خطفهم. ليش دولتنا صنعتي منا ناس مخربين؟ ليش صنعتي منا ناس قطعين طرق؟ ليش؟ روحي جيبي لنا اولادنا وجيبي لنا زواجنا من الجارد. خلينا نكون عن جد ناس مسالمين. وبعد ساعات من اقفال الطريق اعاد الاهالي فتحها للتخفيف من معاناة المواطنين.